هاي. نودلز هن نوع من النشويات اللي بتنطبخ من خلال سلقة بالمي المغلي. كلمة نودل مشتقة من كلمة نودل الألمانية يلي بتعني المعكرونة، ومن الممكن تكون مرتبطة بالكلمة اللاتينية نودس يلي بتعني العقدة. أول مين اخترع النودلز هي عائلة هان الشرقية بين سنة 25 و225، وبتشرين الأول من سنة 2005 تم اكتشاف أقدم نودل على وجه الأرض بالصين. ممكن يتم تصنيع نودلز من القمح، رز، طحين، واليابان والصين مشهورين بأطباق النودلز يلي بتحتوي على اللحوم، السمك أو الدجاج والخضرة. مين قال إنه إذا شرقتوا النودلز فهيدا التعبير عن إعجابكم بالطبق يلي عم تاكلوه؟ أنا قال. شوفكم بكره.